السفيرة الأمريكية بالجزائر تتجاوز الخطوط الحمراء، ومجلس الشيوخ الكولومبي كيوجه ملتمس للرئيس ديال كولومبيا من أجل سحب الاعتراف بمرتزقات البوليزاريو ومباراة ودية محتملة ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم لبنى من قناتكم المتواضعة عالم إسكا، واللي دائما كنتمنى منكم أنكم تدعمونا باللايك، تدعمونا بالبارتاج، كذلك بالاشتراك، وما تنساوش كتابة التعاليق ورضا قلي بالراية المغربية. استمري وواصلي، فهاد الكلمات البسيطة ممكن أنها تدعم لنا المحتوى. فعلى بركة الله نبدأ وصول بالموضوع. فقبل أيام كان خرج المتحدث باسم الخارجية الأمريكية وكنا تكلمنا عليه، كان قال أو نفع الإشاعات واللي كتقول باللي السفيرة ديال أمريكا بالجزائر غادي تمشي لتندوف أو أنها تلقات مرتزقة البوليزاريو في تندوف. أنا ذاك خرج المتحدث ونفى هذه المسألة وقال بلي الولايات المتحدة الأمريكية كتدعم مغربية الصحراء، وأن السفيرة الأمريكية بالجزائر لن تقوم بأي لقاء مع مرتزقات البوليزاريو. لكن إخواني أخواتي، اليوم هذه السفيرة يعني سفيرة أمريكا بالجزائر نشرت على الحساب ديالها الشخصي على منصة تويتر، كتنشر هذه الصورة اللي أمامكم، واللي هذه الصورة هي متناقضة تماما مع الكلام ديال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أو الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية. فاحنا كنشوفوا من خلال هذه الصورة أن السفيرة الأمريكية فعلا عقدت لقاءات مع قيادة المرتزقة البوليزاريو كما كيبان لنا في الصورة، حتى بن بطوش كتشوفوا أمامكم في الصورة اللي مورا السفيرة الأمريكية بالجزائر، وهذا الأمر يتناقض تماما مع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية اللي كيقول بلي السفيرة ما غاديش تعقد حتى شي لقاء مع مرتزقة البوليزاريو أو بأي شكل من الأشكال، وعلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كتدعم المغرب في صحرائه وكتدعم المقترح المغربي اللي هو مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ونرى الآن في هذه الصورة واللي تنشرت على الحساب ديالها الرسمي هنا، واش السفيرة الأمريكية تتمرد على القرارات الرسمية ديال الخارجية الأمريكية والدبلوماسية الأمريكية بنشرها هذه الصورة وكذلك بزيارتها لمخيمات الدل والعار وكتلقى بالقيادة البوليزاريو، الأمر اللي كان فيه المتحدث باسم الخارجية الأمريكية. فهنا واش الجزائر كالعادة أغرتها بالمال لدرجة أنها كتقوم بالتجاوزات أو بدرجة أنها تجاوزت الخطوط الحمراء؟ وهنا غادي نحطو ثلاثة ديال الاحتمالات أو ثلاثة ديال السيناريوهات، يا إما يعني خاص المتحدث باسم الخارجية يخرج ويوضح شنو وقع، وإما أن الولايات المتحدة الأمريكية غادي تقوم بإقالة هاد السفيرة لأن هاد الشيء راه كيعارض وكيتعارض مع القرارات الرسمية الأمريكية. ففي كل الأحوال يجب أن يكون هناك رد فعل من الدبلوماسية المغربية ورد فعل قوي، لأن ما قامت به هاد السفيرة يعني السفيرة الأمريكية بالجزائر هو يتجاوز كل الخطوط الحمراء في العلاقات ما بين الدبلوماسيه المغربيه والدبلوماسيه الامريكيه، لان هذه السفيره راه عارضات القرارات ديال الخارجيه الامريكيه. بطبيعه الحال كل شيء مع الجزائر ممكن لانها كتستخدم الاموال الطائله، وهذا الشيء راه عادي جدا، موالفين ان الجزائر كتشري اي واحد دبلوماسيين او بالاموال الطائله لعل وعسى يغيروا الموقف ديالهم تجاه الصحراء المغربيه. لكن اللي خاص الجزائر تعرف باللي هاد الاموال كتخسرهم على قضيه فاشله. فاليوم للمره الثانيه مجلس الشيوخ الكولومبي كيوجه ملتمس للرئيس الكولومبي من اجل سحب الاعتراف بمرتزقات البوليزاريو وطردهم من الاراضي الكولومبيه، وهذه راه الاخوان راه المره الثانيه واللي كيطلبوا هذا الطلب. فاعتمد مجلس الشيوخ الكولومبي مساء الثلاثاء ملتمسا جديدا يدعم بشكل لا لبس فيه الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على صحرائه، مجددا رفض الممثلين الشرعيين للشعب الكولومبي القاطع للقرار الغير الموفق الذي اتخذته الحكومة الحالية بإقامة علاقات مع الجمهورية الصحراوية. وجاء في الملتمس الذي جرت المصادقة عليه بأغلبية ساحقة يعني 65 عضو في مجلس الشيوخ من أصل 105 أعضاء المشكلين للغرفة العليا في الكونغرس الكولومبي، باعتبارنا أعضاء في مجلس الشيوخ والممثلين
الشرعيين للشعب الكولومبي، فإننا نرفض بشدة هذا القرار الغير الموفق للحكومة الحالية، والذي لا يمثل بأي حال من الأحوال موقف الكولومبيين فيما يتعلق بالمغرب، ونؤكد من جديد موقفنا الثابت المتمثل في احترام السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية. فكما سمعتوا إخواني أخواتي، فمجلس الشيوخ كيطلبوا او كيوجهوا ملتمس للرئيس ديال كولومبيا باش يسحبوا الاعتراف بمرتزقات البوليزاريو، وهذا الشيء فعلا اللي كان وقع حتى في البيرو. فكانت البيرو سحبات الاعتراف ديالها بمرتزقات البوليزاريو، لكن ملي جاء الرئيس الاخر واللي عنده علاقات مع النظام العسكري الجزائري، وهذا الرئيس اللي حتى هو بحاله بحال النظام وبحال مرتزقات البوليزاريو، يعني نفس النوع، هذا الرئيس والذي أعاد الاعتراف بمرتزقة البوليزاريو. لكن الحمد لله سرعان ما قاموا بالإطاحة به، يعني هذا الرئيس ما تعطلش وأطاحوا به من الحكم، لأن نفس السيناريو مجلس الشيوخ ديال بيرو، البرلمانيين، الدبلوماسية في البيرو كانوا غير موافقين على إعادة الاعتراف بالبوليزاريو، وبالتالي سرعان ما قاموا بالإطاحة به، لأنه كان كيخدم في التجارة الغير مشروعة، الاختلاس ديال الأموال، كيخدم في الاتجار بالمخدرات، يعني كما كنقولوا بحالو بحال هذا النظام العسكري الجزائري. لكن سرعان ما قاموا بالإطاحة به من الحكم. كذلك إخواني أخواتي، في خبر كيقول باللي احتمال غتكون واحد المباراة ودية ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري قبل كأس إفريقيا. فأخبار كتقول باللي كان احتمال كبير ان المنتخب المغربي غادي يواجه المنتخب الجزائري في هذه الاسابيع القليله المقبله، واللي غادي تكون قبل كاس افريقيا. فهنا الجريده كتقول، يعني جريده جزائريه، واللي هذه الجريده هي متخصصه في عالم الرياضه، خصوصا في عالم كره القدم، كتقول باللي المدرب ديال المنتخب المغربي وليد الركراكي تكلم مع الجامعه العربية أو الجامعة المغربية عفوا، وطلب منها أنها توجد له جوج ديال المباريات أو تبرمج له جوج ديال المباريات في الصنف الأول بإفريقيا. وحنا كنعرفوا كاملين بلي الصنف الأول بإفريقيا فيها هاد الدول، كاينة مصر، كاينة تونس، كاينة الجزائر، الكوت ديفوار والنيجر. فهاد الجريدة كتقول بلي غالبا غالبا المنتخب المغربي غادي يواجه النظير ديالو، يعني المنتخب الجزائري. فصراحة هذا الماتش أو هذه المباراة العالم كامل كينتظرها، يعني كل شيء كيتسنى فوقاش المنتخب المغربي غادي يواجه المنتخب الجزائري، بمعنى أن كل شيء غادي يتابع أو يتبع هذه المباراة اللي غادي تكون ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري. حال إلى هذا اللقاء غادي يكون نهاية كأس العالم، فالكل كينتظر هذه المباراة، سواء إخواني أخواتي تكون ودية، وإلا ما كانتش ودية فأكيد أكيد غادي تكون في يعني المباريات ديال كأس إفريقيا. وبالتالي إخواني أخواتي كل شيء كيستنى هاد المباراة اللي تكون ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري. إذن إخواني أخواتي وصلنا لنهاية ديال هاد الفيديو، تحية لكم كبيرة، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.